أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا حول باب معرفة الإمام والرد إليه. الحديث الأول يرويه أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. الإمام الباقر يقول: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبد هكذا ضلالا. وهذا المقطع شرحناه في الحلقة الماضية. قلت يعني أبو حمزة يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك، فما معنى معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله، وموالاة علي عليه السلام، والاعتمام به، وبأئمة الهدى عليهم السلام، والبراء إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أنت إذا تريد أن تعبد الله أن تتخذه إلها وأن تخضع له، تطيعه إطاعة صحيحة، إطاعة كاملة، لأن العبادة على معنيين، بمعنى اتخاذ الشيء إلها، وبمعنى إطاعة هذا الشيء أو هذا الشخص. فإذا أنت تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى بكلا المعنيين، كيف يمكن عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة؟ لازم تعرف الله. الإنسان يجب أن يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يعبده، لكن إذا ما يعرف الله عبادته عبادة إما ناقصة أو ليست عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إذا واحد يجسم رب العالمين في ذهنه، يتصور أنه جسم له يد حقيقية، عين حقيقية مثلا كالمجسمة، يأخذ متشابهات الآيات القرآنية ولا يرجعها إلى محكماتها، يتصور في ذهنه صنما ويعبد ذلك الصنم. المجسمة لا يعبدون رب العالمين، لأن الشيء الذي يعبدونه هو شيء متوهم في ذهنهم. هو يقول أنا أعبد رب العالمين، لكن هذه ليست عبادة رب العالمين، هذا عبادة شيء خلقه في ذهنه. المشركون الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى الأصنام، هؤلاء كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الأصنام، لكن في الحقيقة ليست هناك عبادة لله عندهم، لأنهم كانوا مجسمة أيضا، يتصورون أن الله سبحانه وتعالى بصورة خاصة كصورة الإنسان، ويعبدون هذه الصورة المتوهمة التي خلقوها بأذهانهم. فهذه ليست عبادة حقيقية لله سبحانه وتعالى. نعم، هو يتوهم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، لازم يطيع الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي أمره الله، لكن إذا يريد أن يطيعه بطريقة أخرى هذه ليست طاعة لله. يعني لنفرض أن إنسان يصلي عكس اتجاه القبلة عمدا، نقول له الكعبة من هذه الجهة مثلا بجهة الشمال، هو لا، بعكس جهة الشمال يصلي بطرف الجنوب مثلا. زين إذا صلى بعكس اتجاه الكعبة هذا دا يطيع رب العالمين؟ لا، لأن هذه الصلاة لا يريدها الله سبحانه وتعالى. الله يريد الصلاة التي هي باتجاه الكعبة. هاي مثل قصة إبليس. إبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى عبادات طويلة جدا، سجدة واحدة لآلاف السنين. فحينما الله سبحانه وتعالى خلق آدما وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وكذلك أمر إبليس وكان من الجن أن يسجد له، الملائكة أطاعوا الله سبحانه وتعالى، ما استكبروا على أمره، ما قالوا يا رب أنت خلقتنا من نور وخلقت آدم من طين مثلا، لم يقولوا هكذا. ما دام الله سبحانه وتعالى أمر أطاعوه بالكيفية التي أرادها. لكن إبليس أبى واستكبر وقال لله سبحانه وتعالى أنت اعفيني من السجود لآدم، أنا أسجد لك كذا وكذا من السنين، أعبدك كذا وكذا من السنين. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس إنما أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، أريد أن أطاع من حيث الشيء الذي أمرتك به وهو السجود لآدم، أنت تريد بطريقة أخرى تعبدني، لا، لا أريد تلك الطريقة التي أنت تريدها، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم وبالحكمة يأمر. أما إبليس كان بالاستكبار يريد أن ينفذ الأمر، هذا مو مقبول ولا صحيح. لذا إبليس كان من الكافرين لأنه لم يطع الله سبحانه وتعالى من حيث يريد. الآن إحنا عندنا بعض الحالات حتى في بعض المسلمين موجودة، عندما يريد ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ينفذ الأوامر بالطريقة اللي هو يريدها، مو بالطريقة اللي رب العالمين يريدها. هاي مردودة له، يصلي بس بالطريقة اللي هو يريدها مو بالطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يريدها، هاي صلاته ما تفيد. يصوم بالطريقة اللي هو يريدها مو بالطريقة اللي رب العالمين يريدها، هذا صوم ما يفيد. وهكذا سائر الطاعات والعبادات، أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. زين، فإذا الإنسان اتخذ الله سبحانه وتعالى إلها وأطاع الله سبحانه وتعالى، لازم يكون يعرف الله حتى عبادته لله سبحانه وتعالى تكون عبادة صحيحة لا عبادة باطلة، حتى لا تنطبق عليه الآية الشريفة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخوارج كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، يقرؤون القرآن، بس الرسول صلى الله عليه وآله قال عنهم لا يتجاوز تراقيهم، هذا ما ينفذ إلى قلبهم بس إلى حد الترقوة، لا يفهمون هذه الآيات التي يتلونها. زين، هسه الآن احنا نريد نعبد الله سبحانه وتعالى بالكيفية اللي هو يريدها، لازم نعرف رب العالمين. زين، شلون نعرفه؟ هل نعرف الرب سبحانه وتعالى فقط بعقولنا؟ هل نعرف الرب سبحانه وتعالى بما يقوله فلان وفلان؟ الجواب كلا. العقل طريق ينيره الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكن العقل يدرك بعض الكليات وبشكل ضبابي، يعني العاقل يدرك أن لهذا الكون خالقا، هذا العقل يدركه، يعبرون عنه بالعقل النظري. ويدرك العاقل بأن هذا الخالق محلى بالكمالات ومنزه عن النقائص. لكن هل العقل يدرك التفاصيل؟ كلا. والدليل على ذلك تشوف اختلاف الناس، يعني ذول اللي عندهم أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، هؤلاء ليس لهم عقل لذا اختلفوا، لا لهم عقل، العقل دلهم على وجود خالق، لذا تشوف عامة الناس يعتقدون بالخالق إلا الملاحدة وهم أقلية قليلة جدا. لماذا في طول التاريخ الناس يعتقدون بوجود الله؟ لأن لهم عقلا ولهم فطرة أيضا تدلهم على وجود خالق، وأن هذا الخالق محلى بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. بس شنو هي صفات الكمال؟ يقيسوها بأنفسهم، يعني الإنسان تعجبه صورة نفسه عندما يقف أمام المرآة، تعجبه هذه الصورة، يعتبرها أفضل من الصورة التي عليها الحيوانات. زين، ما دام هالشكل فيتصور أن الرب بهذه الصورة. وبعدين المجسمة هم جايين ماخذين حديث من الرسول صلى الله عليه وآله، محرفين معناه، واعتبروا أن الرب سبحانه وتعالى بصورة البشر والعياذ بالله، لأنه واحد كان يتباحث ويا شخص آخر ويتنازع وياه، فقال لعنك الله ولعن من على صورتك، فالرسول نهى عن هذا اللعن، قال إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا اللي أنت تلعنه. فلما تقول لعنك الله ولعن من على صورتك، هذا لعنك يشمل آدم ومن دونه من سائر البشر. ليش تلعن سائر الناس؟ إذا هذا مستحق اللعن هو العنه، ليش تلعن غيره؟ يقول أن لعنك الله ولعن أبويك. زين، شنو ذنب أبواه؟ أبويه شنو ذنبهم تلعنهم؟ إذا هو هذا إنسان قبيح الأفعال، شنو ذنب أبويه؟ ولا يجوز لعن المؤمن، فإذا كان أبواه مؤمنين لا يجوز لعنهما. على كل حال، فالرسول قال إن الله خلق آدم على صورته، صورة هذا الإنسان اللي تلعنه. عندما قطعوا الحديث صار الحديث هكذا، إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فتصوروا أنه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على هذه الصورة. زين، ليش أنت لما تشوف الأصنام عادة بشكل بشر، صورة بشرية، لأن الإنسان يتصور أنه أفضل صورة هي صورته، فلذلك الله سبحانه وتعالى يتوهم أنه كان على هذه الصورة والعياذ بالله، مع أنه هذه الصورة كمال للإنسان لا أنها كمال للرب. إذا أكو في حديث آخر، الحديث أن النملة لو تصورت ربها، لأنه كل الموجودات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، والحيوانات تعرف أن لها ربا، كل الحيوانات، لأن الله سبحانه وتعالى غرز هذه المعرفة في فطرتها. الحديث يقول النملة لو تصورت ربها لتصورت له قرنان. ليش؟ لأنها كمال لها، عندها قرون، هذا كمال لها. زين، ما دام هو كمال لها تتصور أنه كمال لو توهمت، طبعا هي لا تتوهم، لكن لو توهمت تتصور أنه كمال لربها. ليس كل شيء كمال لنا هو كمال لله سبحانه وتعالى. يمكن شيء هو كمال لنا لكنه نقص في غيرنا. حتى احنا نشوف الانسان الطفل الصغير عمره سنة سنتين، هذا الطفل يلعب، اذا ما يلعب الطب النفسي يقول هذا الطفل في خلل، ليش ما يلعب؟ لازم يلعب، مقتضى عمره ومقتضى سنه ان يلعب. زين، فاللعب بالنسبه الى الطفل الصغير كمال، اما بالنسبه الى الانسان الكبير نقص. هو انسان واحد لكن حسب مراحل العمر شيء يكون عنده نقص وشيء عنده كمال. كمال في مرحلة ونقص في مرحلة أخرى. وحتى أفعال الإنسان بعض الظروف تسبب أن الفعل يكون حرام، بعض الظروف تسبب أن نفس الفعل يكون حلال، نفس الفعل يكون واجب. أكل الميتة حرام لكن في حالة الاضطرار قد يكون واجبا إلا ما اضطررتم إليه. نطق كلمة الكفر من أشد المحرمات لكن عمار بن ياسر نطق بتلك الكلمة ولم يكن نطقه محرما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا شيء كمال بالنسبة لنا هذا مو معنى أنه كمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون نقصا. إحنا أجسام، الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون جسما. إحنا نحتاج إلى صاحبة، إلى ولد، الله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون له صاحبة وولد، وهكذا وهلم جرا. فإذا العقل يدل على أصل وجود الله سبحانه وتعالى وأنه له صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. بس شنو هي صفات الكمال؟ شنو هي صفات النقص؟ بعضها أيضا يدركها العقل بس مو كلها. يدرك أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص مثلا، لكن أن يكون جسما أو لا يكون جسما قد لا يدركه العقل. يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه، والله سبحانه وتعالى عرف نفسه عبر رسله. لذا في الحديث الشريف اللهم عرفني نفسك. الله سبحانه وتعالى عبر إرسال الرسل عرف نفسه. زين، فالإنسان يصدق الرب سبحانه وتعالى فيما قاله، هذه أول خطوة في معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، الله ما أوحى إلنا، ليست لنا قابلية لأن يوحى إلينا كما بيناه في حلقات ماضية. فالله سبحانه وتعالى اصطفى ناس، هؤلاء الناس الأنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاهم، خلقهم بكيفية قابلين لتلقي الوحي وإبلاغ للناس، حلقة الواصل بين السماء والأرض، وجعل علائم لهؤلاء الأنبياء. مو كل واحد يجي يدعي أني نبي أنت تصدقه، لا. العلامة شنو هي؟ معاجز الأنبياء. إذا كل نبي له معجزة تناسب زمانه، فالأنبياء إذا صدقتهم أنت يبلغوك عن الله سبحانه وتعالى كيفية العبادة، يبلغوك عن الله سبحانه وتعالى الأمور التي ترتبط بالله وبصفاته. فإذا اعتقدت بهذه الأمور التي بلغوها إياك تكون هاي الخطوة الثانية في معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، نجي هسه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الرسول محمد الله سبحانه وتعالى أرسله للناس، كان بين الناس لفترة من يوم البعثة إلى يوم وفاته صلى الله عليه وآله 23 سنة. فالرسول صلى الله عليه وآله بلغ كل شيء، لكن الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله يحتاجون أيضا، لأنه تجي شبهات جديدة، تجي قضايا جديدة. ولو الكليات الرسول صلى الله عليه وآله بيّنها، القرآن بيّن الأساسيات، لكن التفاصيل كثير منها الناس يحتاجون إليها. حتى الرسول بلغ، لكن كثير من الكلام لم ينقل إلينا. وأيضا هناك ناس افتروا على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله، فوضعوا أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذا بعد الرسول الناس يحتاجون إلى إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى، عصمه يكون الميزان. لذا الله سبحانه وتعالى بعد الرسول عين أئمة، ولا يخلو منهم زمان، بدءا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علي عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرسول يقول علي مع الحق والحق مع علي، هذا معناه أن علي بن أبي طالب لا يخطئ، لأن الخطأ باطل. الرسول صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي. القرآن معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك علي بن أبي طالب معصوم. ليش؟ لأنه لو أخطأ في مورد افترق عن القرآن، لأن الخطأ افتراق عن القرآن. هسه قد يكون الإنسان معذور، لكن العذر لا يجعل الباطل حقا، العذر لا يجعل الخطأ صحيحا. فعندما الرسول صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، معنى ذلك أن علي بن أبي طالب جميع أفعاله صحيحة. والأحاديث الكثيرة التي رواها الفريقان، على الرغم أنه صار تكتيم على كثير من الأحاديث، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تصل حجته، قل فلله الحجة البالغة. إذن بعد الرسول صلى الله عليه وآله لازم توالي الإمام عليا وأن تطيعه، وبعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الأئمة، وهم بيّنوا التوحيد الصحيح، بيّنوا العبادة الصحيحة. لذا الإنسان إذا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى لازم يعرف الله، ومعرفة الله تتوقف على تصديقه وعلى تصديق رسوله وعلى موالاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، والائتمام به، يعني تجعله إماما وتقتدي به في كل شيء. ومن بعده الأئمة من ولده عليهم الصلاة والسلام. هل مقدارها ما يكفي؟ يحتاج شيء آخر أيضا، وهو البراءة من أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ما يصير واحد يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يتبرأ من الأصنام، ما يصير، لأنه لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد، والتوحيد هو نفي الأنداد، نفي الشركاء، والبراءة منهم. هي البراءة بالأساس بمعنى المزايلة. واحد مريض نقول برئ المريض، يعني شنو؟ يعني زايل المرض. البراءة من الأعداء معناه أنه أنت تزايلهم، تنفصل عنهم، قلبك لا يرغب إليهم، بل يتخذهم عدوا لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأئمة. ما يصير أنت تقول أنا أوالي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تحب أبا جهل مثلا، ما يصير، لأن أبا جهل حارب الرسول صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما يصير هم تحب الله وتحب أعداء الله، ما يصير هم تحب الرسول وتحب أعداء الرسول، ما يصير هم تحب الأئمة وتحب أعداء الأئمة. فهذا أيضا يدخل في معرفة الله، لأن الله أمر بالبراءة منهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إبراهيم عليه السلام تبرأ من آزر لأنه تبين له أنه عدو لله سبحانه وتعالى. عندما إبراهيم دعاه إلى الإيمان حسب بعض الروايات وعده خيرا، قال سآمن، ما يخالف أنا راح أصير مؤمن، كذبا قال هذا الكلام. فإبراهيم عليه السلام استغفر له، لكن بعديا تبين لإبراهيم أنه هذا وعده كان كذبا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان قلبين في جوفه، بقلب يحب الرب سبحانه وتعالى وبقلب آخر يحب الأصنام، بقلب يحب الرسول وبقلب يحب أعداء الرسول، بقلب يحب الإمام علي عليه الصلاة والسلام وبقلب آخر يحب أعداء علي بن أبي طالب. ما يمكن، أعداء علي بن أبي طالب كانوا يبغضونه، ما يمكن عداوة بدون بغض، وبغضه علامة النفاق، هذا متفق عليه في رواية الفريقين أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فمن أبغض علي بن أبي طالب هو منافق، واللي عدو لعلي بن أبي طالب ما يمكن أن لا يبغضه. تقول هذا عدو لذلك لكن العدو يحب عدوه، ما يصير هذا الشيء. نعم في العمل يمكن لا يظهر العداوة، لكن في القلب هل يمكن أن العدو يحب عدوه ولا يبغضه؟ فإذا عبادة الله متوقفة على معرفته، ومعرفة الله متوقفة على تصديقه وتصديق رسوله وموالاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والاعتمام به وبأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، مو أئمة الضلال. أئمة الهدى يعني الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. فالإمام الباقر يقول هكذا يعرف الله عز وجل، هذه طريق معرفة الله. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى كنت متقيا، وإذا كنت متقيا فعبادتك مقبولة لله سبحانه وتعالى. تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.